بسم الله الرحمن الرحيم. لو احنا بصينا المشروع ده هتلاقي فيه لايتنج كتير، وهتلاقي مثلا فيه تكييف كتير، بتلاقي فيه بلومين كتير. فالمحتاج كل مجموعة تبقى متوصلة مع بعض بسيستم معين او بشكل معين، بحيث يبقى سهل ان انا اعمل حساب بتاعتها، بحيث ان هم بيبقوا مرتبطين ببعض. فمثلا مجموعة اللايتنج دول هم مرتبطين على سويتش معين او على ديفايس معين، فانا عايز اوصل بينهم. فاعمل الموضوع ده ازاي؟ هختار هنا مثلا اللايتنج ديت، فهو اوتوماتيك بيقول لي ان اللايتنج دي مفروض تبقى مرتبطه بباور وسويتش، ممكن تعملهم سيستم. فده هيسهل عليك ان انت ممكن بعد كده تعمل مثلا الاسكادولات، تعرف فين المشاكل تقدر تحلها. فاقول له ماشي اعمل لي باور، فبيقول لي خلاص ماشي اتعمل باور. هربطها لك باني بانل، هقول له انا مثلا مش عايز اربطها ببانل دلوقتي، ادي السيركل، هضيف حاجات للسيستم دوت، زي مثلا ديت في حاجات مثلا عايز اشيلها، هقول له ريموف واشيل الحاجات ديت، تمام، بحيث يبقى السيستم ده لوحده. فاقول له فينيش اديت سيركت، تمام. طيب عايز ابدا اوصل بينهم باي واير، فمجرد بس ان انا هقف على اي لايتنج فيهم وادوس تاب، هو هيبدا يوصل لي الواير، تمام. عندي ان انا ممكن اعمله ارك او شامفر زي ما انا عايز، هقول له مثلا اختار لي الارك، فيبدا يرسمه لي بالشكل دوت. وده من ضمن الفوائد اللي هتعود عليا لما اعمل سيستم، ان هو يبقى عارف ان المجموعه دي متوصله مع بعض.